السلام عليكم. درس النهاردة مهم جدا جدا جدا. هنتكلم عن 10 أسرار، لو زبطتهم زبطت النطق بتاعك تماما. جاهزين؟ يلا نبدأ. أول سر معانا التي آر. try train true. try train true. تاني سر معانا الدي آر. dream drive dry. dream drive dry. اوكي، تالت سر معانا هو الاي ان جي، فانت ممكن بتشيل الجي فهتقول doing coming going. doing coming going. what are you doing? I'm coming. من الحروف اللي ممكن توديك في داهية حرف الاس. ليه؟ ساعات بيتنطق اس وساعات بيتنطق زد. اوكي، فانت لازم تخلي بالك من الكلمات هي بتتنطق اس ولا زد. يعني كلمة زي دي بقول disease. disease كلها زيز زيز. اوكي، بس لو بصيت فيها ممكن تطلع منها كلمات تانية زي كلمة سي، بس بتطلع منها برضو كلمة ايز. في فرق بين كيس وكوز. اوكي، كيس كوز. دايما بقول increase decrease، ما بقولش increase دي خالص. اوكي، بقول base ما بقولش base، بقول basically ما بقولش basically. اوكي، طب ايه تاني يا مستر؟ لا ده في كتير قوي. يعني مثلا عندك كلمة basement. اوكي، ما بقولهاش basement. اوكي، basement. يبقى ركز في حرف الاس جدا. اوكي، وطبعا لازم ناخد بالنا من حرفين مهمين جدا، ال R وال L، بيتنطقوا بشكل مختلف عن اللام والر عندنا في العربي. يعني for example لو عايز تنطق حرف ال R بنقول R R. teacher driver doctor actor. بلاش teacher و driver و doctor و actor. اوكي، بس ممكن تقول teacher driver doctor actor. طيب ايه اخبار حرف ال L بقى؟ لازم يجي من جوه. يعني من جوه؟ يعني مثلا ما بقولش single بقول single single. ما بقولش feel feel، بقول feel feel. عارفين احنا كلمة feel بالعربي بنقول feel، اما لما باجي اقول I feel happy بقول I feel. I feel happy. يبقى feel deal and candle candle. اوكي، يبقى حرف ال R وال L مهمين جدا. واكيد طبعا الخطأ الشائع عندنا كلنا اللي هو P for pen. اكيد في فرق بين البي والبي. For example لما اقولك you are big غير لما اقولك you are big. لما اقولك you are the best غير لما اقولك you are the best. اوكي، For example perfect important pen. اوكي، واهم حاجة في دول كلهم الاي دي في اخر الكلمة. الاي دي في الاخر بيبقى ليها 3 طرق عشان تنطقها. ساعات بننطقها د like loved cleaned، وساعات اد like expected pretended. اما اهم واحدة بقى ساعات بتتنطق تي تي. ايوه تي. يعني ايه يا مستر؟ يعني بقول finished finished stopped stopped mixed mixed. لازم تركز في نطق الاي دي في الاخر، مهمة جدا. السايلنت تي. يعني ايه سايلنت تي؟ يعني لو الكلمة اخرها تي وبدأ بكونسوننت ممكن التي تبقى سايلنت. يعني بقول first day first day first day مش first day. اوكي، last day last day last time last time. اوكي، ما بقولش last time. اوكي، so first day last day last time. وكمان الدي لما بتيجي في اخر الكلمة وبعديها بيجي consonant دي ممكن تكون silent. يعني بقول bad boy you're a bad boy you're a bad boy. اخر حاجة واهم حاجة اللينكينج. لو اتعلمت تعمل لينكينج وانت بتتكلم الموضوع هيختلف معاك جدا وهيفرق في النطق بتاعك جدا. يعني ايه لينكينج؟ يعني بتلاقي كلمتين او ثلاثة بقوا كلمة واحدة وانت بتتكلم. يعني ايه يا مستر؟ يعني just do it بقت اسمها just do it just do it just do it. اوكي، just do it. اي حاجة بعديها كلمة it الزقها فيها. يعني بقول take it give it try it try it try it try it. اوكي، try it ما بقولش try it try it. اوكي، جميل. يبقى اللينكينج ده مهم جدا، وطبعا ليه رولز كتيرة هنبتدي نعمل له فيديو خاص باللينكينج لوحده. اوكي، فالنهاردة اتكلمنا عن 10 اسرار يفرقوا في النطق بتاعك.
مش مجرد انك تسمع المعلومة كده وخلاص، انت اهم حاجة بقى الاسرار دي تاخدها تعملها practice، يعني خد كل سر لوحده واكتب عليه 10 او 20 كلمة وقعد انطقهم وسجلهم، تمام؟ بالطريقة دي انت عملت practice، مش مجرد انك بتتفرج على الفيديو وتجري، لا انت محتاج تعمل practice عشان انت عرفت المعلومة بس انت محتاج تدرب مخك وبقك ان ينطق انجلش بشكل سليم، عشان لما تيجي تنطق حرف ال R او ال L ما تنطقهمش زي ما بننطقهم بالعربي، عشان مخنا وبقنا متعود على العربي، فانت محتاج تدرب بقك ومخك ان هو ينطق الانجلش. دبل براكتس، يعني خد كل ساوند من اللي احنا قلناه واكتب 10 او 20 كلمة وسجلهم، اقعد قولهم بشكل متكرر، هتلاقي الموضوع a piece of cake. That's all for today. If you like it, don't forget to like it, share it, and subscribe. And see you next time.